كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا. لما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصلي على الجميع، اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك مليان جيبك فاضي مع احمد مايكل عبد الفرج. ان شاء الله هنوري لكم مجموعه كلاب من الحاجات النوادر التحف قوي قوي قوي. كلاب مستورده؟ مستورده. كلاب تقيله؟ تقيله. الاسعار ايه؟ الاسعار حلوه وكويسه على قد كل كلب التاليف بتاعه. قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما ابدا كل حاجه ملحوظة عايز اضيفها في الفيديو دوت لكل الناس. طبعا الاول انا كنت بروح اصور للناس ما باخدش اي مقابل، ما باخدش اي حاجة، بصور بالحب. لقيت 80% عالم بالتك زبالة ما تتعاشرش. لقيت الصاحب تروح تصور عنده لو ربنا رزقه مثلا ببيعة او اي حاجة يكبر دماغه ما يقولكش يا ابو حميد انا ربنا رزقني يا عم من الفيديو بتاعك، بقول لك ايه انا ابعت لك حاجه للولد، ابعت لك حاجه للبيت. لقيت الراجل اللي معرفوش او رحت صورت عنده وربنا كرمه وناس اشترت من عنده يتلائم ويقول لك مفيش حاجه طلعت وكده اهو. فقررت بعد كده اللي انا هعمل ايه؟ بما ان اللي انا بحب الناس وبحب اروح اصور عندهم، فانا قررت اللي انا اي حد هصور عنده مش هنزل نمر اي حد. هنزل نمري ربنا يسهل الحال، اي حاجه تطلع ربنا يرزقني منها. لان انا بروح اسافر مثلا اصور عند ده، بروح بسيب مثلا شغل بروح اصور عند دوت، بروح اصور بالحب ما بلاقيش نتيجه او ما بلاقيش كلمه حلوه او اي حاجه، بتلاقي الناس نقم وخباثه وقله قصد. فقررت ان انا لما اروح اصور عند اي حد ربنا يسهل الحال، عاجه اصور ان شاء الله عاجه طلعت من عندك انا ليا عموله. انت ما تزعلش، انا بروح اصور والناس بتشوفك بناء عني. يعني انت اصلا ما كنتش بتتشاف او بتتشاف بنسب بسيطه، الناس الحمد لله ابتدت تشوفك بناء عني. وبعد كده قررت ان انا ايه اي حد اروح اصور له بيبقى ليا عموله او اي حاجه او حسنه اي رزق طالما انا بصور لك وبخلي الناس تشوفك. يلا بينا عشان ما نطولش. ولا خد هنا اهو. يلا بينا يلا بينا. قاعد صلى على النبي ذكر على باي من الحاجات النوادر الحاجات اللي خلصت دي. يلا لو اوريك البيديجري بتاعه. يلا نسخه من جد من الاجداد. شلدمة ايوه بتحب الكلب. شلدمة خد خد Hey, hey, hey.
والله احنا بس نجيب ايه Let's go.